في فترة الحرب أقام هؤلاء الشباب مبادرة توزيع الغذاء، وها هم بعد عام من توقفها في عدن يحيون هذه المبادرة في شهر رمضان لتوزيع الإفطار. يعني بعد الحرب كنا في جرحى، في كنا نجمع من الشقق، يعني في احنا في ساكنين في التقنية، نجمع أموال بسيطة نعطي الجرحى. أول فكرة بدأت، بعدين وسعنا الفكرة. في النقاط الأمنية وفي مداخل المديريات يتواجدون لتقديم وجبة إسعافية لمن تأخروا عن الوصول إلى منازلهم مع موعد الإفطار. كما ترون الشباب يوزعون تمر وماء، كان في قبلها عدة الإفطار كالسمبوسة. كانت الحوادث المرورية في الخطوط السريعة والناتجة عن السرعة القصوى للسيارات في هذه الأوقات من دواعي إقامة هذه المبادرة التي تفعل روح التكاتف في المجتمع. وفي هذا الشهر الكريم يحيي شباب عدن معانا إنسانية مستلهمة من الدين الإسلامي الذي يحض على إغاثة ابن السبيل في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلد. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.